دكتور خالد صلاح وكيل وزارة الأوقاف للقاهرة. أهلا بحضرتك يا فندم. إيه رأي حضرتك في المهتم النهارده أنا عايز أقول النهارده عندنا في سيدنا الحسين كان عرس. تمام. يمكن ما شفتش الجموع الهائلة دي من يوم من ليلة 27 رمضان إلا النهارده. والناس جاءوا من كل حادب وصوب فرحا وحبا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزي ما شفنا النهارده مدى حب الناس لشخص سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم المتمثل في الصلاة والسلام على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. عايز أقول للمشاهدين وللمستمعين ربنا سبحانه وتعالى صلى على سيدنا النبي، مش هنصلي عليه احنا. صلى الله على سيدنا رسول الله وثنى بملائكته ثم أمرنا نحن بالصلاة عليه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكفى في فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أن من صلى على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 صلى الله بذاته العلية عليه 10، ومن صلى عليه 10 صلى الله عليه 100. فحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا وواجب علينا. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني نتبع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم باب لتفريج الهموم وباب لتفريج الكروب وباب لطمأنينة النفس، لأنه الصلاة على سيدنا النبي ذكر، وربنا سبحانه وتعالى قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم احفظ مصر وأهلها وقائدها وجيشها ورجال أمنها وأرضها وبرها وبحرها وسهلها وزرعها وضرعها إنك نعم المولى ونعم النصير. أنا عايز أقول إذا كان ربنا أمرنا بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ودار الإفتاء سماحة المفتي بنفسه قال الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرادى أو جماعات سرا أو جهرا لا شيء فيها لا كلام بعد كلام أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.